السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من قناة الشروق، البداية بالعناوين. ولاية غرب دارفور تشيع شهداء الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار الجنينة. اللجنة العليا للسيادي والوزراء تلتقي أطراف النزاع في الجنينة بغرض تعزيز الاستقرار. استئناف مفاوضات منبر جوبا بين الحكومة الانتقالية ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عجار. أهلا بكم. شيعت ولاية غرب دارفور بالجنينة في حضور وفدي مجلس السيادة والوزراء شهداء الطائرة الأنتينوف والبالغ عددهم 12 فردا، والتي سقطت على مشارف الجنينة عقب إقلاعها من مطار الشهيد صبيرة. وأشاد رئيس الأركان المشتركة محمد عثمان الحسين لدى مخاطبته جمعة المشيعين، أشاد بتلاحم وتدافع مواطني الجنينة بكافة مشاربهم منذ سقوط الطائرة وحتى تشييع الجثامين، وقال إن هذه اللحمة تعكس مستوى التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات الولاية، ودعا إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي واللحمة التي تجسدت لحظة التشييع والعمل على نبذ كل أشكال الفرقة. لأنه الآن في هذه المصيبة في الخلل، لما كنا في موقع الطائرة كانت كل القوات النظامية وكانت كل الأجهزة الحكومية وكانت كل القبائل والمواطنين في القرى والفرقان موجودين حولنا هناك، لحد ما غادرناهم اليوم الساعة 9 صباحا من موقع الطائرة. والآن هذا المشهد، هذه العظة الأكبر، هؤلاء الشهداء نزل الله لهم القبول، لكن اجتمعتم جميعا بعظة الموت وبحكمة الموت لتواروهم السرى ولتترحموا عليهم. فالكل يأخذ هذه العظة لدينه ودنياه وحياته. التقت اللجنة العليا لمجلسي السيادة والوزراء الخاصة بتسوية أحداث الجنينة برئاسة النائب مجلس السيادي الانتقالي محمد حمدان دقلو أطراف النزاع الذي راح ضحيته عدد من المواطنين بين قتيل وجريح، وبحثت معهما التوصل إلى حلول نهائية لتعزيز الاستقرار بالولاية. وأكد والي ولاية غرب دارفور المكلف عبد الخالق بدوي أن اللجنة العليا تواصل جهودها من أجل تسوية تداعيات الأحداث في غرب دارفور والتوصل لحلول نهائية بشأنها لرتق النسيج الاجتماعي واستذباب الأمن وتعزيز الاستقرار المستدام بالولاية. استأنفت مفاوضات منبر جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح بفندق بالم أفريكا بعقد جلسة بين وفدي الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي، ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عجار بحضور الوساطة من دولة الجنوب. وتناولت الجلسة القضايا محل التفاوض بين الجانبين، وتم رفع الجلسة على أن يواصل الطرفان المفاوضات صباح اليوم السبت. انتقد بعض المحللين والأكاديميين تعدد مسارات التفاوض بشأن العملية السلمية في السودان، وأكدوا أن تعدد المسارات من شأنه تشتيت الجهود وإطالة أمد التفاوض، بينما دعا آخرون قادة مسار الشرق التفاوضي إلى ضرورة إشراك كل مكونات الإقليم وقواه السياسية في مفاوضات جوبا. واقع الحال ما بعد الثورة يؤكد أن مطلوبات الثورة لا زالت بعيدة المنال، وواقع الحال يعكس حالة التوهان في المشهد السياسي في السودان. فالسلام الذي وضعته الحكومة الانتقالية كأولوية لا زال يلازمه البطء في كثير من محاوره، وتأخر الوصول إليه بعد أن بات قطاره يجر خلفه أكثر من مسار. مسألة تعدد المسارات هي تعيق من تحقيق السلام، لأنه تعدد المسارات هو أنا غايته يعني لي هو تشتت للجهود، يعني فكونه كل يومين ثلاثة يعني ينقسم مسار وتظهر لنا مسارات مختلفة، فدي مشكلة حقيقية، يعني مشكلة حقيقية. فزي ما قلت يعني أنا في البداية وبكرر وبأكد في أنه نحن مفروض كلنا نقعد في أنه كيف يدار هذا البلد. أرى أن هذه المسارات يجب أن لا تسمى مسارات جغرافية، الشرق الغرب الجنوب وهكذا، يجب أن ننظر إلى السلام بأنه يعني الإنسان في المقام الأول، وليس الجغرافيا وليس القبيلة وليس الإثنية، وليس من وراء البحث عن السلام
أي محاصصات أو أي أجندة. تكوين مسار الشرق التفاوضي ورغم اجتهاده في تحقيق مطالب أهل الإقليم، لكنه في نظر البعض أهمل استصحاب مكونات الإقليم وقواه السياسية. ما يقومون به من حراك واعتراق نحن نعتبره حدبا على مصلحة الإقليم، حدبا على انتقال الإقليم مما هو فيه إلى جانب أحسن وجوانب أحسن. لكن هذا الانتقال يجب أن يتم بالتفاقر، يجب أن يتم بالتراضي، يجب أن يتم بإشراك جميع المكونات الموجودة في هذا الإقليم. ورشة تحديات السلام الشرق ذهبت إلى أن الوصول إلى سلام دائم وشامل في السودان يلبي مطالب الثوار وطموحات الشعب السوداني ليس بالأمر صعب إذا ما تراضى الجميع حول كيفية إدارة الحكم في البلاد. الأمر كبير، ووطن وشعب 70% فيه روح البداوة والريفية، يجب أن تعرفوا ذلك. فأنتم من يقود هذا الشعب لكي يقطف أول ثمار هذه الثورة وهو السلام. أرجو أن يكون نقاشنا ليس في من يحكم، هذه هي أكبر المشاكل عندنا. لا تبحثون في من، أبحثوا في كيف نحكم. خالد بشير، الشروق، ولاية كسلا. احتفلت قوات الحرس الجمهوري بالعيد 65 للقوات المسلحة وعيد الاستقلال المجيد وذكرى ثورة ديسمبر والاستبدال الشهري لطابور الشرف الذي درجت عليه قوات الحرس الجمهوري، وذلك أحياء للتقاليد العسكرية في هذا الشأن، حيث تم انتقال الحكم من الاستعمار الإنجليزي إلى الحكم الوطني من خلال قوة دفاع السودان. وأكد قائد الحرس الجمهوري العميد ركن عقيل عبد الله في تصريح صحفي أن القوات المسلحة ستظل حامية لتراب الوطن وصون أرضه، وهنأ القوات المسلحة بعيدها 65 معربا عن رجائه أن يشهد الوطن في هذا العام مزيدا من الأمن والاستقرار. وهو إرث وتقاليد ورثناها عن السابقين في القوات المسلحة، وهو يعبر عن رمزية للاستقلال، انتقال الحكم إلى الحكومة الوطنية الأولى وقوة دفاع السودان اللي استلمت الكركون لأول مرة بواسطة فرقة المهندسين من الجيش الإنجليزي. في هذا الصباح لا يفوتنا أن نهنئ الشعب السوداني غاطبة والقوات المسلحة على وجه الخصوص بأعياد القوات المسلحة رقم 65 وعيد الاستقلال 64 وعيد ثورة ديسمبر المجيدة. أعلن قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دجلو انطلاق عمليات جمع السلاح في ولايات دارفور للقضاء على الظواهر الثالبة التي ظهرت مؤخرا. وقال دجلو في تصريحات إعلامية بنيالة إن الحملة لا تستثني أحدا، وأن الحملة ستطال السيارات غير المقننة التي شكلت حالات غير مقبولة وسط المجتمع وأثرت على الوضع الأمني. وأشار إلى حسم تداعيات الحادث الأخير قرب مدينة نيالة، وهو عبارة عن مشكلة أفراد وليس له علاقة بالصراع القبلي كما أشيع، مشيرا إلى الإجراءات التي تمت تجاه الجنات وكل المشاركين في الحادث. وقف وفد المجلس السيادي في ختام زيارته لولاية جنوب دارفور على حجم الدمار الذي حدث بمعسكر اليوناميد سابقا بنيالة، وتعرف الوفد على ما تبقى منه وإمكانية المحافظة عليه. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان أن السودان أضاع فرصة للاستفادة من المقومات التي كانت بالمعسكر، وقال كان بالإمكان المحافظة على هذا الكسب من الضياع، وأنهم ينتظرون نتائج التحقيق التي سوف توضح بجلاء أين مكمن الخلل والجهات التي قصرت في واجبها. وقال إن حادث الاعتداء على مقر اليوناميد أعطى صورة سالبة عن السودان خارجيا على حد قوله. الآن في معسكر اليوناميد ونمر على مختلف الوحدات الموجودة فيه، وشاهدنا التلف الكبير اللي حصل للمعسكر والفرصة الكبيرة ضاعت على السودان في أنه يستفيد من هذا الموقع لصالح الجامعة نيالة وأكاديمية الشرطة وغيره.
طبعا لسه ما تحصلنا على معلومات مفصلة عن طبيعة الحدث، بنسمع وبنشوف في المقام الأول، ما عايزين الأحداث تتكرر مرة تانية لأنها قدمت صورة قبيحة جدا عن الإقليم وعن البلد وعن السودان أمام الرأي العام العالمي. في الوقت المؤسسات زي اليونيميد دي مؤسسة في تسليط على الضوء من كل العالم، الآن كل الصحافة العالمية بتسأل عن ماذا حدث، لذلك نتمنى أن الأمور تستتب وننتقل إلى مرحلة جديدة. انطلقت في الخرطوم فعاليات ملتقى الجامعات السودانية التركية بمشاركة عدد من مؤسسات التعليم العالي في البلدين. وأكد والي سنار ممثل مجلس السيادة محمد عثمان متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، وأوضح أن الملتقى يعد فرصة للطلاب السودانيين الراغبين في الدراسة في الجامعات التركية والتعرف على التخصصات العلمية التي توفرها الجامعات التركية عبر المنح السنوية التي تعلن عنها الحكومة التركية. سعيدين في المشاركة في ملتقى الجامعات التركية ومدارس وقف المعارف التركية، وحقيقة العلاقات التركية السودانية علاقات أزلية وقديمة، ونحن مشاركتنا في هذا الملتقى في إطار توطيد العلاقات بين الدولتين وخاصة في مجال التعليم. التعليم في تركيا هو تعليم متطور وبابتعاث عدد من طلابنا للجامعات التركية بيزيد من إدراكهم ومن معارفهم، وخاصة في المجال بتاع التكنولوجيا والمجال الجامعات العملية. وفي السياق، قال المدير العام لمدارس وقف المعارف التركية بالخرطوم طه الشن أن الملتقى يعد الثالث من نوعه الذي تنظمه مدارس المعارف التركية، مشيرا إلى أن الملتقى يتيح الفرصة للتعرف على فرص التعليم في تركيا في المجالات العلمية المختلفة. الآن نحن نستدعي بكل الطلاب خاصة متخرجين أو يدرسون في ثالث ثانوية يأتون إلى المعرض معرضنا ويأخذون المعلومات من الجامعة التركية. وأهلا سهلا مرحبا بكم مرة ثانية ونشكركم كثيرا. كما قلنا يعني هذه الدولتين السودان وتركيا دولتين شقيقتين، يعني عندنا ارتباط كثيرة، يعني ارتباط ماذا؟ تاريخية، ثقافية، دينية، علمية. توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثر البلاد بمرور الجبهة الهوائية الباردة والتي تسببت في استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد وتدني في مستوى الرؤية. وتوقع التقرير أن يسود نشاط رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في معظم أنحاء البلاد. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. السودان وإثيوبيا تعتزمان تأسيس منطقة حرة لتعزيز التجارة العابرة بين البلدين. أهلا بكم، أخبار المال والأعمال عقب الفاصل. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي تطور العلاقات بين السودان وإثيوبيا ووصفها بالمتنامية في المجالات المختلفة خاصة في الجوانب الاقتصادية. وانعقد اجتماع موسع بالخرطوم بين وزير المالية ووزيرة النقل والبنى التحتية الإثيوبية، وناقش الاجتماع استفادة إثيوبيا من ميناء بورت سودان لنقل تجارتها الخارجية. من جانبها طالبت مجددا ديغماويت موغاس في إطار الاتفاقية الثنائية بين الجانبين السماح لإثيوبيا بالاستفادة من ميناء بورت سودان خاصة لحركة البضائع المستوردة والمصدرة عبر ميناء بورت سودان، على أن يتم الاتفاق على ترتيبات محددة لتقديم التسهيلات اللازمة من الحكومة السودانية. كشف محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم عن تكوين لجنة مشتركة دائمة بين المالية وبنك السودان لإحكام التنسيق بين الطرفين.
اختتمت المباحثات الفنية بين بنك السودان المركزي ووزارة المالية، وأوضح أن العلاقة بين بنك السودان المركزي ووزارة المالية ستشهد عهدا جديدا لترسيخ العلاقة بين الطرفين بتكوين اللجنة المشتركة الدائمة، والتي ستقوم بتسهيل كثير من الأعمال الفنية المطلوبة، بالإضافة لأنها ستكون حلقة وصل بين الوزارة والبنك في مجال المقترحات المتعلقة بتطوير آليات التنسيق المشتركة. سمح منشور بنك السودان المركزي للشركات العاملة في إنتاج الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج، وذلك بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال عينا، على أن يتم بيع متبقي النسبة 30% الأخرى لبنك السودان المركزي أو من يفوضه. كما سمح المنشور لشركات مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغيرة بتصدير 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عينا من الإنتاج الكلي لتلك الشركات، وإمكانية تصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء إجراءات وضوابط الصادر السريع. أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح أن البلاد لم تسجل أي حالات جديدة لحمى الوادي المتصدع، وتوقع نشاط صادر المواشي بعد إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلو البلاد من حمى الوادي المتصدع خلال المرحلة المقبلة. وأكد فرح إرسالهم لتقرير للمنظمة العالمية المعنية بصحة الحيوان يؤكد عدم تسجيل أي حالات جديدة للمرض في السودان، وأشار إلى مطالبتهم بإعلان للمنظمة بخلو السودان من حمى الوادي المتصدع بناء على تلك البيانات المعملية. رياضيا، كشفت مصادر لباج نيوز عن أن نادي الهلال الخرطوم تدخل على الخط وأجرى اتصالات رسمية مع لاعب المريخ مطلق السراح محمد هاشم التكت، وعرض عليه مبلغ وقدره 1.5 مليار للتعاقد معه لمدة 3 أعوام. وقالت المصادر إن المريخ لم يكمل اتفاقه مع محمد هاشم التكت الذي يترقب القرار النهائي من ناديه خلال الساعات المقبلة. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: ولاية غرب دارفور تشيع شهداء الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار الجنينة. اللجنة العليا للسيادة والوزراء تلتقي أطراف النزاع في الجنينة بغرض تعزيز الاستقرار. استئناف مفاوضات منبر جوبا بين الحكومة الانتقالية ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عجار. نهاية النشرة. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.